حاجه مختلفه ليك كتواجد. هو بلا شك انه دير جيست حاجه رائعه جدا في مصر، وتواجدنا مش بعيد لان احنا خلاص بقينا انفولفد جدا في المجال الاعلامي. المجال الاعلامي الجلوبال الطبي ما بقاش بعيد عن اللي بيحصل في مصر. انت عارف تضافر القوه الناعمه في مصر ده مهم جدا، تضافر القوه الناعمه اللي بيدي ايحاء للعالم كله قد ايه مصر فيها حاله من الاستقرار، قد ايه مصر فيها حاله من الامان، فيها حاله من السلام. احنا في ظروف صعبه في المنطقه العربيه كلها، اعتقد منطقه الشرق الاوسط، يمكن متابع انت الاحداث الاخيره حدث المغرب مثلا. احنا بننقل العالم لانه ده دورنا، احنا دور الفنانين في المقام الاول لان هم الاكثر شهره، يليهم الاعلاميين اللي احنا جزء منهم. في رابط دلوقتي كبير قوي بين الاعلام والطب، ما بين الاعلام والطب والفن طول عمره موجود، احنا بنحاول نرسيه. والحقيقه يعني الدعوه اللي وجت لنا احساس من المنظمين باهميه دور الاعلام الطبي. عارف مين اقرب اصدقائك في وسط الفن؟ كتير. لا 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 كتير. دايما انتوا مع بعض. لا هو بص يعني مثلا انا من اقرب الناس لقلبي في الوسط الفني واصدقاء استاذ هلا صدقي، طبعا صديقه عزيزه جدا، اسره العدل عموما الله يرحمه، استاذ سامي العدل كان صديق عزيز جدا، وطبعا استاذ محمد العدل ومدحت العدل، دكتور مدحت العدل ده زميل كمان يعني من اصدقائي الاعزاء جدا، احمد ادم طبعا الفنان الجميل، اكرم حسني، لا كتير قوي يعني يعني ما فيش حد تقريبا. العلاقه مع الوسط الفني دي ما تخليش تفكر تمثل مثلا؟ لا امثل؟ لا لا صعبه دي. الاعلام والتمثيل واجه واحد. لا بص شوف انا اقول لك يعني الطب من الصعب انه يكون له شريك، ده كويس قوي ان احنا حطينا له الاعلام الطبي، يعني الاعلام كون ان هو شريك للطب ده صعب جدا، فهنحط تمثيل كمان الموضوع هيكون اصعب بكتير. انا مثلت 14 سنه، مثلت زمان ده، لكن عشان نرجع دلوقتي نمثل دي صعب، سن السن خلاص بقى. برنامجك اخباره ايه وهيبقى فيه جديد في 2019؟ الناس الحلوه والدكتور الناس الحلوه احنا بنطوره دلوقتي، بنعمل بنحاول نعمله برنامج طب اجتماعي بينقل الحالات النفسيه، بينقل الفكر بتاع المجتمع المصري، التطور اللي بيحصل في المجتمع المصري، بنربط هيبقى فيه رابط وثيق جدا ما بين الطب وما بين الفن والدراما. بنبص نشوف طرح الطبي في الدراما ده مهم جدا الفترة الجاية، بنحاول نعمل بقى لقاءات مع كل الأسامي اللي احنا قلناها عشان نشوف كمان الفنانين إحساسهم قبل المرض ده مهم قوي. أشكرك، أشكرك شكرا جزيلا.